شوربة البصل شهيرة وعلاش مشهورة؟ على خاطر بنينة سهلة وصحية. خوتي خواتاتي مرحبا بكم، اليوم في سوبر بنا راح نشوفوا طريقة عمل شوربة البصل. لهذه الوصفة لازم لكم غير حبة بصل نقطعوها شرائح رقيقة. البصل عنده بزاف الفوائد، أشهرها هو أنتيبيوتيك طبيعي، وبزيادة على هذا يعاون ضد لاغريب والغوم، يساعد في الريجيم ويحمي من السرطان. البصل غني بلا فيتامين بي 6 اللي تلعب دور كبير في إنتاج خلايا الدم الحمراء لي غلوبول روج، وتساعدها في نقل الأكسجين لكاع أعضاء الجسم. للمزيد من المعلومات على فوائد البصل راني درت لكم بحث كامل في لا ديسكريبسيون. في القدرة ندوب زوج مغارف زبدة. أنا هنايا أكسيليريت لا فيديو، ما زدتش في النار، وردوا بالكم لو كان تكون النار قاوية الزبدة تتحرق وتكحل وتفسد لكم الشربة. نزيدوا عليهم البصلة اللي قطعناها ونخليوها تدبال على نار هادية. يخا كي نتفكر يامات الجامعة ولي ساندويتش اللي كنت ناكلهم، ما كانت لهم حتى فايدة من غير البصل اللي كان فيهم وكنت ننحيه. دركا كي عرفت كاع الفايدة تاعو راني نولف ولادي من الصغر عليه. كي تبدا تدبال نزيدو مغرف ماكلة تاع فارينة ونخلطو مليح. هنا حبيت نركز على نقطة، النار لازم تكون هادية، لو كان ديرو نار قوية يتحرق البصل ويلصق في القدرة. وبصفة عامة الماكلة دايما تجيب لنا خير كي تكون طايبة على نار هادية. كي تبدا تطلع الريحة نمرقو بليتر ماء ولا مرق الدجاج. مرق الدجاج تقدروا تحضروه بسهولة في الدار، تغليه في لتر ماء فخد ولا سدر ولا جناحتين اللي متوفر، وإلا تقدروا تستعملوا المكعبات تاع السوق. أنا على كل حال ما ننصحكمش بالمكعبات تاع السوق، ما فيهم حتى فايدة ومعمرينهم بالملح. بعد ما ترفد الغلية نزيدوا الملح والفلفل الكحل، ما تنساوش بلي مرق الدجاج مالح، ننصحكم تذوقوه قبل ما تزيدوا الملح. كي يدبال مليح البصل نحيو الشربة من النار ونميكسيوها، اذا ما حبيتوش تميكسيو تقدروا تاكلوها هكا. الشربة هذه سهلة واقتصادية، بحبة بصل في 10 دقائق ديروها. من ضمن الشربات اللي ساهلين عندنا تاني شربة الطماطم، مغذية بنينة وفيها فوائد عجب، ما تراطيوهمش، كليكيو على الرابط اللي في الصورة باش تكتشفوهم.